كنعيشوا واحد المأساة في وفاة شاكير محمد بن جلول التويمي، احد رجالات المدينة القديمة اللي غادي نفتقدوه بزاف، وغتفتقدوا الذاكرة الرياضية والثقافية في المغرب كامل، لان اي انسان كما بغى يكون النوع ديالو اساتذة جامعيين باحثين طلبة اللي كيبغيو شي معلومة في هذا المجال كيجيو لدار شاكير بن جلول كياخذوه كيلقاو الباب ديالو مفتوح. اليوم انا جيت عنده نطلع عليه كيف العاده، دخلت لقيته مسكين حاله سيئه، قالت لي الزوجه ديالو، عيطنا للطبيب باش يدير معاه اخر الترتيبات ويحاول على انه ينقذ ما يمكن انقاذه، ولكن قدره كان محتوما. انا لله وانا اليه راجعون. لقينا الخبر بحالنا بحال الجميع، ولكن والصدمه كانت قويه، ونتمنى وان شاء الله الله يرحمه والله يوسع عليه. وضاعت فيه الامه الوداديه كامله، كل شيء ضاع فيه، لانه كان الاب تاع الجميع، الاب ديال الكبير وديال الصغير، اي ودادي اي رجاوي اي رياضي ايا كان، الا ويطرق الباب تاع شاكر بن جلون الا ويلقى الاجابه، يلقى ما يشفي الغليل، يحثك على حب الوطن، حب الوطن، حب الوطن. كيقول لك بغيو فرقتكم، ولكن ما تنساوش الانتماء ديالكم للوطن، دافعوا على درابو بلادكم. داروا متحف، داروا خلا متحف ذكريات، بغيتي شي ورقه على الحاج محمد بن جلون الا يمدك بها، بغيتي معلومه على التاسيس على اي حاجه. الصراحه صراحه منتدى وداد الامه انا نيابه عليهم كنقدموا التعازي لعائله شاكر بن جلون، وكنتمنوا ليه الرحمه، كنتمنى ليه الرحمه والمغفره يا رب. نرفعوا التعازينا للعائله ديال السي شاكر بن جلون رحمه الله. الحمد لله ما نعبر، لا غادي نعبر بشي حاجه، بان هذا السيد راه كان قدوه، وكان انسان من الذاكرين، وكانت عنده اخلاق طيبه، وتنطلبوا الجميع يترحم عليه في هذا النهار هذا، ويكونوا ان شاء الله نوقفوا بجنب ديال العائله ديالو، لان هذا السيد كان اخ وصاحب، ويعني في جميع الوسائل. وما غاديش نكثر عليكم، بان اللسان ديالي العبارات بغيت نعبر باش على هذا السيد، ما نكذبش عليكم، سان اكزومبل، مثال كبير في المدينه القديمه، ولد بن جلول، والله يرحمه باه خلا اسم على مسمى، هو تا هو ان شاء الله يخلي تركه تا هو مزيانه. وفقدنا واحد الانسان اللي غني على التعريف، وانسان اللي كان تيعطي بزاف، لا في الجمعيات لا في الاخلاق لا في التواصل. هو انا لله وانا راجعون، ان لله ما اعطى وله ما اخذ، والله يرحمه في النار هذا.